رقم تي في. حينما يظهر فيديو مسرب للهاتف الرائد جالاكسي نوت 7، فهذا يعني أن سامسونج وضعت اللمسات الأخيرة على هاتفها المنتظر بشدة، وتم تسريب أكثر من فيديو. الأول يظهر اختبار ماسح قزحية العين، ويبدو أن التقنية تعمل بسرعة تفوق سرعة ماسح بصمة الإصبع، ويلاحظ أن الهاتف يظهر بالفيديو مسطح الشكل، وهذا مؤشر أن سامسونج ستطرح الهاتف بنسختين، إضافة لنسخة بشاشتين منحنيتين. الفيديو الثاني يظهر استعراض الهاتف بشاشتين منحنيتين وبنحافة أقل من الإصدارات السابقة، ويظهر في صور مسربة أن الهاتف في مدخل USB-C وشاشة 5.7 أو 5.8 إنش بدقة كواد HD ومعالج سناب دراجون 820 ونسخة أخرى بمعالج إكسينوس 8893. أما الرام فلا زالت الشائعات تقول إنه 4 جيجا بايت، لكن في الإمارات ظهر طلب مسبق على هاتف نوت 7 بقيمة 500 درهم برام 6 جيجا بايت وبطارية 4000 ملي أمبير وليس 3500 ملي أمبير، ومن المنتظر أن يكون مقاوما للماء والغبار. ويتضح من كل ذلك أن تصميم وشكل الهاتف ظهر بشكل واضح، لكن المواصفات ما زالت متضاربة. انتظرونا في 2 أغسطس لتغطية مؤتمر سامسونج لنأتيكم بالخبر اليقين. لا تنسى الاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.